باز الاريال تاع الاسبانيا تاع غزه كان تما كان سبيطار كان كلوني بحثوا الامير عبد الخالق قال له هذه لو سيس حنا نقولوا القول يعني دو كيك اللي كيك تراديسيون كما اعجبتني تلك الكتابة التي كتبت بها اسم للمندية في إطار نشاطات المبرمجة ضمن شهر التراث وبالتنسيق مع مختلف الشركاء تم اليوم تنظيم ندوة ثقافية تراثية تم خلالها طرح عديد الانشغالات المتعلقة حول آليات وكيفيات حماية التراث الثقافي. طبعا عملية الجرد هي آلية من آليات حماية المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وهذا حتى نحافظ على هذا الموروث الثقافي الهام الذي تسخر به ولاية المندية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ندوة تاريخية في دار الثقافة بالمندية للحديث عن المراحل التي مرت قبل دخول فرنسا الأخير في 1841، وهذه الأمور هي من باب حفظ الذاكرة لمقاومة الشعب الجزائري التي استمرت 132 سنة، فبارك الله في المجاهدين والشهداء والطلبة الذين يحفظون هذه الأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت اليوم بحضور هذه الندوة التاريخية لمدينة المندية بحضور شلة من الأساتذة والدكاترة على رأسهم البروفيسور الغربي الغالي الذي أثرى وأعطى ما في جعبته عن تاريخ مدينة المندية. هذه الندوة كانت بمناسبة يعني ذكرى دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر لمدينة المندية في 17 ماي 1840، فالندوة إذا اهتمت بهذا الموضوع واهتمت خاصة بمواجهة المندية للاحتلال الفرنسي لمدينة المندية، وعرجنا في هذه الندوة عن هذه الفترة دراسة اجتماعية دراسة سياسية. المعركة الكبيرة قالي معروفة هي الهجوم في ساحل ميتيجا، يعني اللي عيطولها برومية لا غروند اوفنسيف دو لا بلين دو لا ميتيجا. هو شارك جنود تاعو مع جنود خليفة محمد بن علال اللي كان خليفة في مليانة، ومع جنود خليفة واسمه طيب بن سليمان بن سالم